شغل المكتب مرهق. إنك تكون أمير حاجة حلوة، ارتاح وسيب الناس التانيين يعملوا شغلك بديلك. القراية هي هوايتي المفضلة قبل النوم. الحكاية الخيالية دي مشوقة جداً، مش قادرة أصبر عشان أشوف إيه اللي هيحصل. أوه لأ، المفروض إن الأمير هيتجوز أميرة من مملكة الشمس، لكن مش بيحبها. أتمنى إنه يتجوزني، إحنا هنكون سعداء قوي مع بعض، لكن ده بس حلم. استني، إيه؟ الأميرة بس هي اللي هنا. فين الأمير؟ أنا فين؟ أنت مين؟ الأمير؟ ده أنت. مش قادرة أصدق، أنا هنا ليه؟ يا ترى قاعدين هما اللي ورا ده؟ أوه لأ، اتفضل اقعد، أنا هشرح لك كل حاجة. أنت جيت هنا من الكتاب ده، فهم؟ كتاب؟ أوه لأ، كده الموضوع انتهى. بلاش تزعل، سيلفي مع الأمير. سحر أسود. إحنا رايحين السينما. أنت ليه وقفت؟ الاتنين دول شكلهم غريب، مش هقدر أدخل كده. فهمت. هي بتعمل إيه؟ اتفضل سموك. أظن إن هما بيعلنوا عن فيلم جديد. آدي التذاكر بتاعتنا، النضارات. ده سخيف، إحنا معانا نضاراتنا. نفصل الدراعات من نضارة شمس مكسورة. هنقص أشكال بيضاوية من فلاتر ملونة علشان تناسب العدسات. هنلزق طبقتين منهم في النضارة، ونلزق حلقة الوصل في الدراع، ونمرر فيها سلسلة. أوه، الشاب ده مجنون، استمتعوا في المكو. آدي أماكننا. هاي، خلي بالك. وبس، أنا مش قادرة أشوف أي حاجة بالنضارة دي. الفيلم خلص، يا ترى عجبك؟ إيه؟ أيوة، أنا حبيته. يلا بينا. فين المخرج؟ الناحية التانية. يا ترى ممكن ألبس إيه النهاردة؟ لا لا، أوه أيوة، مش عارفة أقفل سوستة بنطلوني جينز. هو أنا أكلت كاندي كتير قوي كده ليه؟ أنا مش قادرة أكل كاندي تاني أبداً. أظن إن جولدي محتاجة المساعدة. ما تتنفسي شوية كمان، خلصنا. واو شكراً، أنا لابسة كرسي، أنا تقريباً هيغمى عليا. أوتش، في إيه؟ أنت ما مسكتنيش ليه؟ آسف. اتفضلي اقعدي. شكراً. هاي، تحبوا تطلبوا إيه؟ ممكن تحرك لي الكرسي؟ أكيد، أنا ليه ما فكرتش في ده؟ أنا هرجع حالاً. مشروبك وقهوتك. إيه اللي أخرك قوي كده؟ آسف، أنا هجيب واحدة تانية. هو خايف من إيه؟ دي مجرد معلقة. هنفك مقبض سيف لعبة، نلزق فيه معلقة طويلة بدل النصل. هنخلي الفتحة اللي في الجراب أوسع، ونخبي المعلقة السيف جواه. واو، المعلقة المفيدة دي قهوتك، دي على حساب المحل. شكرا، خليني أقلبها. ايه البير الابيض الجميل ده؟ كفايه، اوعى تشرب من التويلت. ابدا، لكن ليه؟ انا مش فاهم. اوه لا، الامير جاب لي القهوه في الصبح، دي لذيذه. شكرا، تحت امرك. هي دي كانت فعلا ميه من ال... لا، هي المية دي ليه أحسن منها؟ يلا ناخد الأسانسير، ده سحر. اهدى، ده مجرد أسانسير. يلا بينا. عجبني، شكرا على التوصيلة. هو ده كان ايه؟ مين ده؟ الدور الأول حالا. ايه؟ أنا آسفة جدا،
يلا بينا. هو ده كان ايه؟ احنا هنعمل حفلة النهاردة. لكن هدومك مش مناسبة. يلا بينا. خليني أقيس هدومي الملكية. أوه لا، ودي طقم الصياد حقيقي. لا، وده كمان لا. البنات مش شطار في اختيار الهدوم الرجالي. أنا اخترت الطقم ده. لكن التاج مش لايق عليه خالص. هنقص أجزاء تاج من ورق فوم ذهبي. هنلون الظهر ذهبي ونلزق القطع مع بعض بشمع سخن ونشكل تاج. هنقص فايزر من كاب قديم ونثبت ورق فوم من فوق ونقص الزيادات. نلونه من جوه ونلزقه في التاج. تاجي الأمير مش بيتخلى عن تاجه أبداً. طيب تستاهل المحاولة، احنا لازم نمشي. دول أصحابي. تاج فعلا، لف واعدله. واو يا صاحبي انت مدهش، هاي فاي. دول اتفاهموا مع بعض. المكان ده مدهش. وبس، ايه ده؟ مش قادر اصدق عينيا. سليبر ازاز. أنا محظوظ جداً، دلوقتي هقدر ألاقي أميرتي. هنقص قطعتين نعل شوز من ورق كرتون. نشكل تانيات في الأماكن المناسبة. هنلزق فيهم شوية سلك ونغطيهم بالقطعة التانية. هنقص كعب شوز من ستايروفوم. نلمعه بورق صنفرة ونلزقه في قطعة الكرتون. هنقصه ونلمع قاعدة الكعب ونثبت أعواد أكل علشان شكلها يكون شبه الكعب المعدن ونثبتها في الكرتون. ونقص نعل من ورق فوم ونلزقه عليها. هنعمل سن من ورق فوم وقطع للظهر ونزين الوصلات بخيوط بحجرة الراين. هنلون الكعب ونزينهم بحجرة راين. هاي في ايه؟ الرجل دي مش داخلة فيها ولا دي كمان. سيبني في حالي. دي لسه لا. ايه اللي حصل حالا؟ مفيش أمل. حصل إيه؟ جولدي. طب لو كانت هي أميرتي، أنت بتعمل إيه؟ دي مش شوز، ده ستاند موبايل. شايف؟ العالم ده غريب. هاي، أنا كويسة جداً. لا، أنا مشغولة النهاردة. أنا عندي خطة ملكية. في ايه؟ خلي بالك. اوبس، دي حاجة مشوقة. ايه ده؟ ابعدي يا أرواح شريرة. دي مش أرواح، دي معجزة. هاي اوبس. أنا عندي ليك هدية. هنثبت حلقات وزينة لغطا علبة معدن. هنعمل فتحة في جنبين العلبة ونضيف يوم دبوس بفتحة بحلقة وصل. نحدد حوالين العلبة فوق ستايروفوم ونقصها. نلمعها بورق صنفرة ونضيفها في العلبة. هنضيف فتحة لعداد الفتنس. هنرش العلبة بلون ونزينها بورق فوم ونضيف سلسلة. ده عداد الفتنس حلو. وهعمل بيه ايه؟ ده هيحسب لك انت مشيت كام خطوة في اليوم. اوه شكرا. انا مش خايف منك يا شيطان يا اخضر. هاي، يا ترى مشيت كام خطوة النهاردة؟ خليني افكر. الف في الصبح والف بالليل. اوه لا، المفروض ان جهازك كان يعدهم. انا مش فاهم. جولدي نايمة بعمق وما عندهاش أي فكرة إن في معجزات بتحصل. إيه ده؟ جايز الأمير يعرف؟ هنجهز 3 قطع من شرايط ستان مختلفة
نتنيهم ونشكلهم في يونكا ونلزقهم بشمع سخن. هنضيف اكسسوار في النص. بص انا لقيت ايه؟ انت عارف ده ايه؟ اوه ايوه، دي فرصتي علشان ارجع لدنيتي. بوابة العالمي، انا راجع. ده هايل، انت هترجع تاني دنيتك وانا هفضل محبوسة هنا لوحدي. دنيتي حلوة لكن جولدي مش هتكون فيها. أنا مش محتاج مملكتي، دنيتي هي المكان اللي انت فيه. يا ترى عجبكم الفيديو بتاعنا؟ يبقى قولولنا في التعليقات لو تحبوا ان انتوا تقابلوا أميركم أو أميركم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي فيديوهات مضحكة جديدة من تروم تروم.